شهدت جلسة المجلس الوطني التأسيسي اليوم انسحاب المعارضة من المداولات بسبب ما سموه هضما لحقهم في التعبير بعد أن أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس تخصيص دقيقة واحدة لكل تدخل حسب تمثيلية الكتل. من المفروض أن الحكومة نسمعوها، تسمعنا، تسمع مقترحاتنا، نتفاعل مع بعضنا ونبني على ما يمكن أن نبني عليه حتى ننهض بتونس. رئيس المجلس فرضت علينا دقيقة لكل نائب، قلنا لها احنا قابلين بالضبط الوقت، ولكن على الأقل ضبط وقت معقول يمكن من الحوار. مع الأسف الشديد رفضت ذلك، وفي ذلك تضييق على المعارضة وعلى حرية التعبير، وفي ذلك سياسة عانيت منها تونس قبل وعملت ثورة ضدها، هي سياسة ما نتكلم كأنا أنا والحضور متاع الناس الآخرين شكلي، عمرنا ما نقبل أن نكون حاضرين بصفة شكلية. هذا ما قانون داخلي التزمنا به، وهو توزيع حصص تدخل الكتل بحسب حجمها. معقول هذه نتائج الانتخابات، صناديق الاقتراع أفرزت هذه أحجام هذه الكتل، هذه رد الشعب، هذه نتائج الانتخابات. أما نقبلوها ولا نرفضوها، عملنا قانون داخلي ينسجم ويتفق مع نتائج الانتخابات. وتباينت مواقف النواب بين رفض المعارضة لقرار رئيس المجلس وتمسك ممثل الأغلبية بمنح كل متدخل دقيقة لمحاورة أعضاء الحكومة. كل شيء هذا مظهر الديمقراطية، أنه مهمة المجلس الوطني التأسيسي أعضاء المجلس أن يطرحوا الأسئلة، مهمتنا احنا واجبنا أيضا كمسؤولين سياسيين أن نجيب على هذه التساؤلات. اللي محضرين احنا باش نقدموا كشف دقيق لنشاط وزارة الخارجية. الطير يغني وجناحه يرد عليه. حوار مع الحكومة يقع تقسيم الوقت نصفين بين الأحزاب المؤيدة للحكومة والأحزاب اللي خارج الائتلاف الحاكم. لم يقع قبول هذا، طلبنا على الأقل مضاعفة الوقت للنواب حتى يتمكنوا من محاورة الحكومة وطرح الملفات. المشكل أن الكتلة متاعنا الكتلة الديمقراطية طلبنا توا أكثر من ثلاثة جمعات أن يتم استدعاء السيد وزير الخارجية، السيد وزير الداخلية لمساءلتهم على الوضع في تونس داخليا وعلى التوجهات والقرارات اللي اتخذت خارجيا. ديما نحبوا نتناقشوا احنا وياهم وقرارهم يرجع لهم ليهم هما. اي لكن وش انتم تسمعوهم وهم يعبروا وشعب يحب النتائج، وين وصلنا؟ النتائج هكا تشوفوا فيها، دستور قاعد يمشي، حكومه قاعده تخدم، واليوم جايين باش نحاوروها للمره الثانيه. وحضر الجلسة بعض أعضاء الحكومة المؤقتة، وغاب عنها رئيسها حماد الجبالي، وانطلقت بتأخير ساعتين عن موعدها بسبب خلل تقني في أجهزة الصوت بالمجلس. يشهد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعض التجاذبات بين قيادته السياسية وفي صفوف منخرطيه، خاصة بعد تصريحات نزيه رجيبة المعروفة بأم زياد، والتي قالت فيها أن الحزب يعيش انقساما بين أعضائه، وكان هذا موقف بعض إطارات الحزب. أم زياد لا هي من الحزب، في وقت نلقات كانت قيادية في الحزب، عام 2008 تركت الحزب واستقالت، وفي جوا 2011 عملنا لها حفل تكريم وتوديع وقالت مش ناخذ الانتريت. انا تعجبت من جريده المغرب عندما تقول ام سحاب تنسحب، منين تنسحب هي؟ وين حتى تنسحب؟ هذه مساله داخليه، ما نفضل ما نحكيش فيها للاعلام. المؤتمر من الجمهوريه لا باس عليه، فهو المؤتمر وثابت في مواقفه وملتزم بخطه ويقوم بعمله المطلوب منه وطنيا. الرأي العام توا نعلموه في الإبان بمختلف التطورات على مستوى حياة المؤتمر. شوف، هي مؤامرة خارجية وعد لها لتكسير حزبين اثنين معروفين، المؤتمر والتكت. المؤتمر بعثوا له أم زياد بعد ما استقالت ومشات على الراحة، والتكتل بعثوا له خميس كسيلة تحطم على جدران الحزب ومشى على روحه، وام زياد هي غير موجودة من قبل ما تتكلم. بالنسبة للخلافات هي مسألة عادية في داخل كل الأحزاب، ما فماش حزب في تونس ولا في العالم ما فماش ديناميكية فيه، ما فيش خلافات، ما فيش حركية، هذا الكل موجود
وهي تبقى مسائل داخلية سيتم فضها في إطار داخلي. ولذا هي ذي سموها فتيلة في كسكاس شيء مثل. في نطاق الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية غرة مارس 2012 تحت شعار الحماية المدنية والسلامة المنزلية، والذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 40 لدخول دستور المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني حيز التنفيذ، فإن إطارات وأعوان الحماية المدنية يعكفون على دراسة الأوضاع في بعض المناطق البلاد خاصة بالشمال الغربي. تونسي اعتز بالحماية المدنية للمجهودات التي تقوم بها في الكوارث، شفنا معناها ماذا اللي تقوم به في حوادث الطرقات، في الكوارث، أخيرا في الفيضانات. قاعد نتابع معناها في الإعلام شنو اللي صار عندما اكتسح معناها الثلج البلاد التونسية ومناطق من البلاد التونسية، وشيء نعتز به أنه رينا معناها تدخلات معناها في محلها وأنقذوا معناها العديد بمساعدة معناها المواطنين والسكان. اليوم هذا قيمته كبيرة برشا من ناحية الاجتماعية والبيداغوجية. الصغير يلزم يعرف هالحوايج الصغيرة هذية كيفاش باش الوقائية. بون جمعية متاعنا جمعية جديدة تنشط تحت الحماية المدنية. الأوبجيكتيف متاعنا اللي احنا نغطيو كامل تراب الجمهورية أو الحاجة نغطيو الإفكتيف متاع الحماية. كي تبدأ الحماية ناقصة أعوين احنا نغطيو النقص. بالنسبة معناتها التجهيزات بتاع الحماية المدنية حاليا معناتها تلبي حاجيات المواطن، لكن ماذا بينا معناتها معناتها نزيدوا تحصلوا على تجهيزات أخرى خاصة على المستوى الفرق. معناتها عندنا برشا فرق والنجدة قاعدة تقرب ياسر للمواطن، لكن ماذا بينا معناتها نزيدوا تجهيزات أكثر معناتها باش نزيدوا نحسنوا الخدمات بتاعنا. والله ماذا بينا يكثرون معناتها من سيارات الإسعاف، خاصة أكثر الخدمات في النجدة هي في الإسعاف، معناتها تقريبا ثم أكثر من ثلثين هي خدمات الإسعاف بالنسبة للحماية المدنية. وحاجة أخرى ماذا بينا معناتها النداء هذا نوجه معناتها للشباب باش يتطوع في الحماية المدنية، خاطر الحماية المدنية معناتها وحدها معناتها ما كان تقع كوارث ولا يلزم منظمات المجتمع المدني ومنظمات هذه الإنسانية معناتها تزيد تنخرط. احنا الحمد لله معناتها كوننا مجموعة من المتطوعين أخذوا معناتها الشهادة نتاعهم الدبلومات نتاعهم وقاعدين بصدد تجهيزهم معناتها وأعدادهم معناتها للمستقبل، وشاركوا معنا في نشاطنا، تحولوا معناتها للشمال الغربي وقاموا مجهودات يشكروا عليها وعندهم اندفاع زادة معناتها يشكروا عليه، وإن شاء الله النشاط هذا يتواصل وزادة معناتها تزيد الدولة الدعم النشاط هذا. ليست الحماية المدنية مسؤولية جهاز معين فقط، بل هي مسؤولية كل المؤسسات والشركات العامة والخاصة لضمان الحماية للجميع. أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم النظام السوري بارتكاب انتهاكات في أنحاء البلاد قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، وطالب نظام بشار الأسد بوقف إطلاق النار وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية. فلإقناع روسيا والصين بضرورة إيجاد حل للأزمة في سوريا، اتخذت الدول الغربية الموضوع الإنساني وسيلة إقناع لوقف العنف وفتح باب للحوار. من جهة أخرى، أفاد ناشطون سوريون بأن قوات خاصة موالية للرئيس السوري بشار الأسد دخلت في الساعات الأولى من صباح اليوم حي باب عمر بمدينة حمص، وأنهم يواجهون ما لا يقل عن 7000 جندي نظامي، فيما يبدو أنه هجوم أخير على معقل المعارضة بعد أكثر من 3 أسابيع من الحصار والقصف. في وقت أعلن فيه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ سحب كل الدبلوماسيين البريطانيين من سوريا وتعليق عمل السفارة البريطانية لأسباب أمنية. أصيب صباح اليوم 15 شرطياً ومدني بجروح انفجار استهدف حافلة تابعة للشرطة بالقرب من مبنى يضم مقراً لحزب العدالة والتنمية الحاكم وسط العاصمة التركية إسطنبول. وحسب قائد الشرطة فإن الانفجار ناتج عن تفجير قنبلة تعمل بجهاز للتحكم عن بعد أصابت حافلة للشرطة وعربات بأضرار. أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم أن جنديين من جنوده قتلا رميا بالرصاص جنوب أفغانستان، وأكد الحلف
أن من نفذ الهجوم هما شخصين، إحداهما جندي أفغاني والآخر مدني. ويذكر أن 6 من جنود الحلف قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات على إحراق نسخ من المصاحف الأسبوع الماضي.